ضمن جهوده المتواصلة لدعم قطاعي الأمن والعدالة في الأراضي الفلسطينية لبناء دولة فلسطينية على أساس من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، جاء دعم الاتحاد الأوروبي في إقامة 8 مراكز للشرطة المجتمعية في الضفة الغربية. وبالمجمل استثمر الاتحاد خلال الأعوام 5 الأخيرة أكثر من 30 مليون يورو من أجل دعم قطاعي الأمن والعدالة. We invest in police and in security for a number of reasons, but at the end it is all related to our commitment to help realize a two-state solution. We want the Palestinians to live. وفي هذا السياق افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني دكتور رامي الحمد الله وممثل الاتحاد الأوروبي مركز الشرطة المجتمعية في قرية عقربة جنوب نابلس، وهو يعتبر واحدا من المراكز الشرطية الجديدة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية كجزء من دوره في مساعدة السلطة الفلسطينية على بناء جهاز شرطي قوي قادر على تنفيذ القانون وتحقيق الأمن في المجتمع. أشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لمؤسسات دولة فلسطين. أشكر ألمانيا على وجه الخصوص لتمويل هذه المشاريع 8، وأشكر كافة الدول الصديقة التي تقوم بمساعدتنا في استكمال بناء مؤسساتنا، واللي بأكد أنا دائما أن هذه المؤسسات جاهزة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.